السلام عليكم. اذا كما كتشوفوا صفحه بوابه دار وتزيدوح مازال مستمره في تغطيه هذا الحدث هذا ديال دوار ولاد نيفاوي اللي سدوا الصفايا، وطبعا السبب هو ان دعقاتهم الريحه خانزه، وصفحه بوابه دار وتزيدوح مازال مستمره في تغطيه هذا الحدث هذا. كما كنشوفوا اليوم يعني الساكنه مازال معتصمه ومازال يعني كتواجد في المكان فين سدات الصفايا، ونخليكم مع التغطيه ديال اليوم واحد الروبورتاج بسيط. ثلاث سيمانات ولا جوج سيمانات ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام حسن المهله دابا راه المشكل هذاك اللي درقاتو ليا اتفقوا بيناتهم بغيو يسدوها مرحبا ما بغاوش هذه هي الهضره صحه خاصها تكون ماشي تجيو تكونوا بيناتكم ليا وتجيو تقولوا لنا بغينا نسدوها ولا كذا وكذا دراري نكمل نكمل بلاتي الله يجزيك بخير وخلنا نهضر واحد شويه تحسن شويه الالفاظ ديالك نكون فاش كنكبسوا هنا انا راه انا مضرور انا بحالي بحال قصر مرك انا راه ضريت ضريت انا بلا ما تقدر انت لا اصلح ما كندويش غير اصلح وانا جاي كنقول الناس كانوا وانا جاي الناس كانوا هذا هو خبلتي ماشي كنقمعوا الله يجزيك بخير خلي 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 شوفوا الاخوان الاخوان انا غنقول لكم واحد الكلمه واحد الكلمه شوف هاد الشيء هذا كنت بديته انا وحدي كنت بديته انا وحدي حتى واحد ما كان جنبي ياك على اي حنا هاد المشكل هذا راه قديم وحنا راه ما مشيناش نكورسو كما قال واحد صحابك راه مشاو معنا الناس الا قعدت مشينا لا 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 ما تقولش هاد المشكله دار تيحكي من اي واحد المهم حنا ما غادي نخسروا والو ها الخميس ها الايام لا اربعة الخميس نعم وعساك اربع ايام واخا اسمح لي الله يجازيك لحقاش رئيس الدائره ما عنده السلطه على على الدشاويه ديال الولد اسمح لي شوف السياسه غنمشي عند السيد العامل هو اللي غادي لحقاش انا لحيت على بلديه ولاد عيال يجينا هو راه فراسو راه ماشي زعما بغا يمشيو عنده المشكل القائم اللي عندنا مع باش ولاد عيال لذلك حنا غنتسناو نطريت واحد شويه واحد يومين ولا ثلاث ايام كانت الحلول مرحبا ما كانش نلعبو نسدوها لا تورج لا تموت وسي حسن وسي حسن اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي غير هذا بين التفكات فين غنباتو حنا شغلهم هذاك يجيو راه هما يجيو يفكوها راه ما كاينش راه ما كاينش اللي غيضمن لينا غير رجعوا راه اللي رجع راه تنسوا الجمجمه ديالك مع الرجاله اللي تتهضر على هذوما الرجاله هذوما الرجاله الا كان وعد عندنا اي واحد يومين غادي نعدي واحد وغيتحل المشكل ان شاء الله سي العام راه في الانتظار ديالنا راه كنا غنمشيو عندو دابا راه كان راه غير عنده اجتماع عطيونا لا ربعه ولا خميس ان شاء الله صافي هادشي هو اللي كاين وكل ولا يقين بانه سي العام راه غيحل المشكل راه غيحل المشكل راه غيتحل جزاك الله بعض الكلمه ياك تفضل حنا بكل صراحه الخطابات ديال الناس المسؤولين ما بقيناش كنثيقوا فيه لا 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 بكل صراحه لا لا ولكن استاذ غير سمح لي الا ما كانتش هذيك الكونه ما عجبتك انا كنعتذر امام الجميع لكن باش 10 سنين ما بقاش في الخنز انا والوالدين ديالي وكثر من 70 وكثر من 40 وكلمه واحده باش نمشيو حنا لا 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 صافي راه هذا هو الكلام اللي قالوا لينا حتى حنا يومين حتى هاد اليومين ما لاسنا ان شاء الله عندو واحد يومين قالوا غادي يحل المشكل راه غنجيبو حلول ان شاء الله هي الخميس ما كانش صافي لا ما كانش الجمعة حنا راه ضروري حنا راه ضروري راه حنا معاكم ما كان من هنا الخميس غادي يطلقوا لنا الحدود والمكذوبات كامل لا عاد الكذوب غيتحد
الفيضانات السقي والفيضانات اللي تتكون تتكون الامطار كثيره والتي استعملوا كوزيمار القذف المياه ديالو اللي كانت ملوثه والان هما راه تيقولوا بالله راه المياه خضعات للمعالجه وما بقاتش ضاره ولكن نفاجئ هذه هي المياه اللي تنفاجئوا بالله راه المياه المستعمله ديال ولاد عياد ولا الترما الا كانوا تيبروا بالله هذه المياه هذه بالله راه معالجه راه ما معالجاش المهم تتوصلنا المياه الملوثه المياه العادمه ديال حي الرجاء ديال ولاد عياد لذلك الناس تقهروا بالخنز شنو نقول لك زعما واحد العيشه لا تطاق لهذا التجأت الناس ملي دارت حوارات كثيره على المستوى المحلي مع السيد العامل مع السيد رئيس الدائره مع كوزيمار مع المهم كانت حوارات ولكن حوارات ما جابتش النفع ديالها لذلك ولاد النفاوي السكان ديالهم بادروا وقاموا بواحد المبادره باش يحبسوا هذا المجرى المائي اللي تيجي هذه المياه العادمه ديال ولاد عياد كانت ما تتبانش ملي تتكون الامطار ولكن دابا ملي كاين الامطار مياه السقي الفائض ديالها ما بقاش يجي للصفايا بقى تيجي الواد الحار فقط ديال ولاد عياد جاو الساكنه ديال ولاد عياد حتى انا ديال ولاد النفاوي اعتذر وسدوها باش ما يبقاش يمشي ليهم هذاك الخنز ويكرفصهم ويكرفص ليهم ولادهم ورا الصوره تتبان واضحه جدا وتنتمناو من المسؤولين باش يتدخلوا اقرب وقت ممكن لرفع هذه المعاناه اللي تعاني منها ساكنه ولاد النفاوي راه زعما شنو نقول لكم وصل السيل الزوبه لذلك فاننا نطالب من المسؤولين باش يوضعوا حد لهذه المعاناه اللي طالت اكثر من 40 سنه الاخ اتصلت بجميع المسؤولين ديال فقيه بنصاع ولا والو؟ لا فقيه بنصاع درنا على مستوى السيد العامل اللي مشى لا راه درنا معهم حوارات وحوارات وحوارات وكانت وقع محاضر في هذا الشان ولكن ما زلنا ما شلنا حتى شي حاجه على ارض الواقع. شكرا.